بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لسه مخلص ملخص مباراه وفاق ستيف وامازون الجنوب افريقي، واكتر حاجه شدتني هي ان وفاق ستيف كان جايب مدير فني جديد، رضا بن داريس. فين يا جماعه السيد نبيل الكوكي؟ قال لك السيد نبيل الكوكي استقال او تم اقالته هو الطاقم بتاعه. والله يا جماعه دي حاجه كويسه. والله حاجه كويسه. ليه بقى؟ لان لما في مدير فني بيوصل معاك لطريق مسدود وان هو خلاص مش شايف اي حلول ولا شايف اي رؤيه للفرقه، يبقى لازم تمشيه. عندك مشاكل ماليه، عندك مشاكل ماديه مش عارف تتعامل معاها، لازم تمشي. تروح تجيب واحد مدير فني جديد شاب عايز يشتغل في فرقه كبيره زي وفاق ستيف، فرقه عندها تاريخ زي وفاق ستيف. واحد زي رضا بن داريس كان شغال فرق تانيه وكان شغال فرق اولمبيه، هيفرح جدا بتجربه وفاق ستيف. هيدور على حلول لكل المشاكل اللي عنده، هيدور على نقاط ضعف فرق زي امازولو يشتغل عليها. ليه بقى؟ لان هو مدير فني عايز يثبت للناس ان هو مدير فني ناجح. فطبيعي جدا واحد زي ده هيكون دينامو شغل. دينامو الشغل ده هيحل لك مشاكل كتيره جدا في حاجات انت ما كنتش تتخيل ان هي ممكن تتحل بالطريقه دي. يعني مثلا بوحه الفايه دكه وراح ما ينزل مكانه النهارده سفيان خديوره، سفيان خديري نزل الحارس مكان حارس، راجل بيعمل قلبان في الفرقه. ليه؟ مدير فني جديد، دماغ جديده، والدماغ الجديده دي بتكون مطلوبه لما تخيش، لما تلبس في الحيط لازم تجيب دماغ جديده، وده اللي حصل في فاق ستيف. فاق ستيف كان خلاص يعني مخيش بطريقه غريبه، اتغلب من الرجاء واتغلب بعديه من امازولو، فكان لازم ان الفرقه تقعد تعمل تغيير دماغ، والفرقه عملت تغيير دماغ. هتقول لي ده اثر معاهم فنيا جوه الملعب؟ اقول لك والله انا اتفرجت عليه في الملخص ان الفرقه كانت بتلعب كورته ليه بس، وان الفرقه ساعدها الهدف الاول عن طريق رياض بن عياد. رياض بن عياد سجل الهدف الاول في الدقيقه 11، المباراه فتحت معاك، لان انت بتلعب على ملعبك، بتلعب وسط جمهورك، بتلعب ضد فرقه زي امازولو، خلاص الموضوع بالنسبه لك ممكن يكون اتسهل بالهدف الاول. انما لو الهدف الاول اتاخر الموضوع كان هيبقى بالنسبه لك صعب، خصوصا ان المدير الفني بتاعك كان قاعد يتكلم ان احنا لازم نكسب ماتش امازولو. وفعلا الفرقه بعد ما كسبت ماتش امازولو وصلت لست نقط تحت الرجاء اللي في المركز الاول بتسع نقط. فبالنسبه للصعود دلوقتي بالنسبه لستيف في المجموعه دي ما بقاش حاجه صعبه قوي زي ما الموضوع كان باين عليه ايام السيد نبيل الكوكي. ايام نبيل الكوكي كان باين ان الموضوع خلاص وفاق ستيف مش هيصعد، خلاص وفاق ستيف اللي علينا عملناه يا جماعه، احنا ما معناش راعي يا جماعه. انما دلوقتي اكتشفنا ان لا، مكسب واحد بس بيخليك ان انت تبقى مركز تاني. فالدنيا بالنسبه لك مش سوداويه قوي كده، حتى لو انت عندك مشاكل الموضوع مش سوداوي قوي. ودي ميزه انك تحط دماغ جديده، حطيت دماغ جديده جابت لك الفوز النهارده. هدف اول في الدقيقه 11، هدف تاني في نهايه الشوط الثاني عن طريق اكرم بص هو اللعيبه اكرم جنات واكرم دجنيت، بص هو اكرم اللي سجل الهدف الثاني. وبعدها شفنا شوط ثاني بالنسبه لنا الملخص كان جايب لنا كلها كور طوليه، كلها كور طوليه، كلها كور طوليه. وطبعا في كور كانت بتديها في 6 ياردة من لعيبه وفاق ستيف، لان لعيبه وفاق ستيف لعبوا ماتش كويس، لعبوا ماتش كويس جدا كمان. ودي برضو ثاني وثالث ورابع في ميزه انك تروح تعمل دماغ جديده في الفريق. عملت دماغ جديده في الفريق فرقت جدا معاك. قرار قد يبدو ان انت بتلبس المدير الفني المشاكل، ودي مش حقيقه لان نبيل الكوكي ما كانش مسؤول على كل المشاكل اللي كانت موجوده في الصيف، المشاكل اللي اغلبها مشاكل ماديه خارجه عن الاطار الفني. لمدير فني جاي عارف ان في مشاكل ماليه وقرر ان هو هيتعامل معاها، ودي بصراحه حته محترمه جدا من السيد رضا بن داريس. الف مليون مبروك لجمهور وفاق ستيف على الفوز في مباراه امبارح امام فرقه زي امازولو. الخسارة امام امازولو المباراة اللي فاتت كانت حاجة غريبة جدا، بس برضو كلمت معاك ان هي كان سوء توفيق كورة عملت باندا قدام بوحة الفاية، بس برضو عجبني حتة انك تحط الحارس اللي كان موجود على الدكة اللي هو سفيان اساسي في الملعب علشان خاطر تعاقب بوحة الفاية وتدي لسفيان فرصته في اثبات ذاته. الحارس قدم مباراة كويسة للامانة يعني، وفرقة وفاق ستيف كلها قدمت مباراة كويسة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو شاف ان الفيديو كويس، لو مش شاف ان هو كويس فرأيك واحترم. هذا ما لدينا.